بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. أما بعد، احنا تصدي للجيش المتجه لفك الحصار عن الخزانات مفروض من قبل الاخوه المجاهدين، تم تدمير بعونه تعالى 4 دبابات واغتنام مدفع 21 بكابين، وقد كبدنا العدو الاسدي عدد من القتلى والجرحى، وهذا ما تم بفضل الله سبحانه وتعالى. الجبهه الاسلاميه وجبهه شام ومع اشتراك مع غرفه مورك الموحده. اغتنام رشاش 21 من قبل ابطال الجبهه الاسلاميه لواء الخطاب. الله اكبر. مدفعية النظام النصيري أصبحت غنيمة للمجاهدين. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر.